دايما الحامل الجديده بتبتدي تسال اول 3 شهور اكل ايه وما اكلش ايه، وهل الجماع مسموح ولا مش مسموح. بالنسبه للاكل دايما اول 3 شهور بتبقى فتره بيبقى فيها قيء وبيبقى فيها غثيان، فالرغبه في الاكل بتبقاش موجوده قوي. وبرضه انا بطمنك ان اول 3 شهور السعرات الحراريه اللي البيبي بيحتاجها بتبقى بسيطه جدا، يعني تيجي من اكل بسيط جدا، فبالتالي مش لازم تشربي لبن وتاكلي بيض وتاكلي سمك وتاكلي لحمه. اللي انت نفسك رايحه له اوكي، نفسك مش رايحه له مفيش اي ضروره للكلام ده في اول 3 شهور. وناكل كميات صغيره وناكل مرات كتير عشان نتجنب القيء المتكرر اللي ممكن يحصل في اول الحمل. طيب ايه ممنوع في الاكل؟ ممنوع الكبده سواء بلدي او كبده مجمده، وممنوع كل اللحوم المستورده اللي بتجينا بنشوفها في اللانشون في البرجر بسترما سوسيس، الحاجات الدليفري البيتزا اللي عليها حاجات لحوم مجمده، لان ديت قد تحمل خطر الاصابه ببعض الميكروبات اللي ممكن تؤثر سلبيا على الحمل، فبنتجنب الحاجات دي في الفتره دي. بالنسبه للجماع، الجماع مش ممنوع، ما فيش مشكله اللي يحصل جماع، بس ما يبقاش متكرر، يعني مره او مرتين في الاسبوع، لان عامه الرغبه الجنسيه بتقل اثناء فتره الحمل وخصوصا في اول 3 شهور. فالجماع ما هوش مضر، انما ما يبقاش متكرر عشان ما يبقاش فيه تعب.